دلوقتي تعالوا نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن رسالتك للمدرب جوزيه جوميز ولاعبي نادي الزمالك من اجل تحقيق طموحات الجمهور خلال الموسم الحالي. تعالوا كده ناخد اراء جمهورنا والرسائل اللي بعتوها لنا على السوشيال ميديا، وهنبدا من عند محمد مختار. بنصبح عليك يا محمد، وبيقول رسالتي لجوميز انه يثبت او يثبت التشكيل ويلعب بطريقه تناسب امكانيات لعيبه نادي الزمالك، ورسالتي للاعيبه نادي الزمالك انهم يلعبوا بروح معنويه عاليه وبرجوله وحماس وجديه وتركيز واصرار على الفوز من اجل الفوز بالبطولات، وكل الدعم والتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك، وهي تحياتنا ليك يا محمد. احمد سمير، صبح عليك يا احمد، وكل الدعم لمدربنا جوميز ولاعيبه الزمالك، واحنا في ظهركم من اجل تحقيق البطولات والانجازات، وعلى راسها الكونفدراليه وكاس مصر. عاش الزمالك بجماهيره الوفيه، وهي تحياتنا ليك يا احمد. حسن رمضان بيقول رساله الكوتش جوميز، شد حيلك انت واللعيبه، وان شاء الله ربنا مش بيضيع تعب حد، وكل الدعم ليكم، وشكرا لكل فرد من مجلس الاداره نادي الزمالك على المجهود الجبار اللي عاملينه. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا. هبه خلف، نصبح عليكي، بيقول تقول ان كل لاعب داخل الفريق ياخد فرصته وثبات التشكيل من اجل استقرار الفريق ووضع خطه قويه، واننا نركز خلال الفتره اللي جايه ونلعب كل الماتشات على انها مباريات كؤوس، وبالتوفيق لنادينا الحبيب في القادم باذن الله. بنشكرك جدا يا هبه، وبنشكر كل جمهورنا على هذه الرسائل، وبنتمنى ان شاء الله يعني كل الخير وكل التوفيق لمجلس اداره نادي الزمالك ولكل الفرق يعني المختلفه داخل نادي الزمالك سواء الجماعيه او الفرديه خلال الفتره اللي جايه.